لو فاجأنا الأطفال وسألناهم شو عاصمة إسرائيل، يا ترى شو راح يكون ردة فعلهم؟ وراح نحاول نقنعهم ونعرض عليهم جائزة قيمة مقابل أنهم يحكوا جملة القدس عاصمة إسرائيل، يا ترى راح يحكوا هذه الجملة؟ خلونا نشوف. كيف حالك؟ الحمد لله. تعرف عليك. سامي يوسف إكرايم. تمام، احنا برنامج مسابقات، بدنا نسألك ثلاث أسئلة، تمام؟ أول سؤال بيحكي شو عاصمة مصر؟ القاهرة. تمام، طيب السؤال الثاني بيحكي شو عاصمة إسرائيل؟ إسرائيل؟ مين إسرائيل؟ إسرائيل إيش دولة اسمها إسرائيل؟ هي مكتوب إيش عاصمة إسرائيل؟ فيش دولة اسمها إسرائيل. كيف فيش دولة اسمها إسرائيل؟ دولة اسمها إسرائيل، هدول شرط من بلاد برا جوا بلادنا، فيش دولة اسمها إسرائيل. طب هم بيحكوا إنه يعني عاصمتهم القدس. غلط، هم هيك بيفكروا، هم لا. القدس عاصمتها فلسطين. سؤال الأول بيحكي شو عاصمة مصر؟ القاهرة. القاهرة صح. سؤال الثاني بيحكي شو عاصمة إسرائيل؟ مين إسرائيل هذا؟ إيش إسرائيل؟ ما لهاش عاصمة، إنها هي محتلانة، ما لهاش عاصمة. يعني إسرائيل ما لهاش عاصمة؟ لا، إنها هي محتلانة، هي ما لهاش دولة كمان. ما فيش دولة يعني اسمها إسرائيل؟ فيش، لا، هي جاية من أمريكا هذه الدولة. طب والقدس إيش رأيك؟ لا، مش قدس، القدس عاصمتنا إحنا، عاصمة فلسطين. شو عاصمة إسرائيل؟ ما أعرفش، القدس أرض المحتلة تحت. القدس أرض المحتلة، طب هم في بحكوا إنه القدس عاصمة إسرائيل؟ لا، هذه القدس تبعتنا أرضنا. طب وميش عاصمة إسرائيل طيب؟ ما فيش عاصمة، هذه أراضينا المحتلة، أخذوها منا اليهود. مش في دولة هي اسمها إسرائيل؟ بس هذه إسرائيل إلنا، مش بتاعت اليهود، أراضينا. ما فيش عاصمة، هذه أراضينا المحتلة، أخذوها منا اليهود. طب اسمع، شو رأيك؟ احنا برنامج مسابقات، وقف التصوير شوية، بدنا إياكي عشان تربح جائزة. بديش الجائزة، المهم ان اسرائيل ما فيش الها دولة، ما فيش الها عاصمة. بس هالجملة انا بدي اياك تحكيها، بس جملة واحدة. ليش وين المشكلة يعني؟ هنا التصوير وقف. لا، قدس عاصمة. من هلا ها؟ قدس عاصمة. السؤال الثاني، ايش عاصمة دولة اسرائيل؟ ما لهاش عاصمة لانها مش دولة. كيف مش دولة؟ دولة، هذه دولة اسمها دولة فلسطين، مش دولة اسرائيل هذه. طيب واسرائيل هذه الموجوده الان ايش؟ احتلال دعموه الدول الاجنبيه عشان يقوي وعرف يحتل، بس هو مش دوله اسرائيل، هذه اسمها دوله فلسطين. طب والقدس؟ والقدس عاصمه فلسطين، عاصمه الابديه من ايام الكنعانيين، عاصمه فلسطين. فلسطين فيش لها عاصمه. كيف مش في دوله اسمها اسرائيل؟ صح، بس ما لهاش عاصمه. يعني انت مآمن انه في دولة اسمها اسرائيل اللي هم دولة؟ لا، ما هم دولة. طب هم بيحكوا انه دولة اسرائيل وعاصمتها القدس وهيك، ايش رأيك؟ ما اصلا اسرائيل مش دولة. هو هي مكتوب عند السؤال ايش عاصمة اسرائيل والجواب القدس. لا، غلط. متأكد انت؟ متأكد. طب اسمعني، عشان احنا بدنا نوقف، وقف التصوير شوي، بدنا نوقف التصوير. بدنا تقول لي اسرائيل عاصمتها القدس، قول لي عشان اديك جاهز. ايش رايك احكي يلا. لا. ليش لا؟ لا، لانه اسرائيل ملهاش، اسرائيل مش دوله ولا لها عاصمه. ما حدش شايف يعني، احنا مش حنعرض هذا البرنامج لفلسطين، ما حدش حيشوف فلسطين. ليش يعني انا ادعمهم مثلا اسرائيل؟ طب ما احنا برضه بدنا نعطيك جائزه، انت بدك تدعمهم بدنا نعطيك جائزه في الموضوع. لا، بعدين ما حدش حيشوفك ولا من الاهل ولا من الاصحاب، لانه مش حنعرض هذا في فلسطين، حنعرض للعالم بس، يعني ما حدش حيشوفه. ممكن انت بتربح الجائزه في المقابل. ايش؟ لا، كلمتين بس، اسرائيل عاصمتها القدس. لا، ليش ادعمهم؟ لا، اسرائيل هم بيستاهلوش اصلا. ليش ادعمهم؟ لا، اسرائيل هم بيستاهلوش اصلا. بتكونش جائزه يعني، انا بدي اربحكوا جائزه، يعني جائزه مرتبه، بس بدي تحكي. اسمع، وقف التصوير من غير تصوير، بس تحكي لي القدس
عاصمة إسرائيل القدس عاصمة إسرائيل أو تحديد إسرائيل عاصمتها القدس وخلاص. كان الله بالسر عليم. فيش تصميم إسرائيل. القدس عاصمة فلسطين مش إسرائيل. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني.